استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر قضيبية اليوم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. خلال اللقاء أكد سموهما أن الحكومة ماضية في إقامة المزيد من المشروعات الإسكانية وتطوير البنية التحتية والنهوض بالقطاع العقاري والعمراني بما يحقق تطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في تطوير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأكد سموهما حرص الحكومة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدعم مسيرة التطور والنهضة في المملكة عبر الاستعانة بكبريات الشركات المعتمدة محليا ودوليا في تنفيذ المشروعات التطويرية في كافة القطاعات والاستفادة بما تمتلكه من إمكانات وخبرات متميزة في الوصول إلى أرقى معايير الجودة والكفاءة. شدد سموهما على أن مملكة البحرين تتعامل مع ما يشهده العالم من متغيرات متسارعة وتحديات بآليات تستهدف الحفاظ على أمنها واستقرارها وتسهم في ضمان استدامة النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل لصالح أجيالها الحالية والمستقبلية. أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي ولي العهد بما يحققه أبناء البحرين من نجاحات في مختلف القطاعات بما يؤكد ما يتمتعون به من صفات العزيمة والإصرار على تحقيق النجاحات وتجاوز مختلف التحديات والصعاب.